ليش احنا وصلنا له بس عملنا الذكرين عملنا ريبورتر اخر شيء وصلنا له هذا الاكزامبل على موضوع الاسهم. في طلاب بعثوا طبعا خلوه صح بانه هذا الكربون الدبل بوند بدها تروح تاخذ الاتش زي ما حكينا بالنهايه بدها تصفي هذا الكربون عليها ثلاث روابط بدها شحنة موجبة لأنه فقدت رابطة واللي طلع هون BR- فقط أوكي BR- بينما هون يا جماعة دبل بوند برضو أخذت الأتش نفس القصة هذه فقدت رابطة لأن بلس بالنهاية هذه الرابطة أخذها الأو فرجع H2O H2O اللي بنرسمه هيك بإمكاننا نرسمه اوكي هلا في قضية سألتني هون عن الكتروفايل عن الكلورين الهالوجين الهالوجين يا جماعة حكينا الهالوجين إذا مربوط برابطة فش عليه شحنة إذا مربوط برابطة فش عليه شحنة قد يكون الهالوجين كسب الكترونين لحاله بدون رابطه كسب الكترون هذا شحنته ماينس اوكي وقد يكون الهالوجين مثلا زي سي ال اذا رابط برابطتين بكون بس عليه تو لون بير هذا شحنته موجب وهذا نوت ستيبل حكينا ما بنشوفه كثير تمام تمام يا جماعه دكتور اي واضح بالنسبه لي بس نحن كتبناها عن عند الالكتروفايل برابطة واحدة عند الالكتروفايل وين؟ مهم كن بغرض معين هنا سي ال هذه قصدك؟ انا راسمه كالكتروفايل سي ال بلس سي ال ما انا حكيت سي ال ممكن يا جماعه سي ال بلس يجي بلس هيك فور لون بير بدون ما يكون رابط هذا ناخذه في الاورجانيك 2 وممكن يكون لا برابطين هذا اصلا بنشوفوش هذا ممكن نشوفه بس هذا ما هنشوفه بالمرة تمام؟ يعني أنا أوكي راسمه هنا فيش في لون بير إذا في لون بير بصير ماينس أوكي؟ تمام؟ يعني الكلور هو استثناء ممكن نعتبره؟ لا لا مش استثناء هو في سي ال بلس في سي ال بلس سي ال بلس الكتروفايل اللي هو عبارة عن 3 لون بير تمام؟ اوكي؟ بس انت عارف سي ال بلس يعني انه عليه ثلاثة لون بير، مش شرط تعرف حتى انه عليه ثلاثة لون بير ولا لا، خلص المهم الكتروفايل هذا اللي بدي اياه. سي ال بلس يعني الكتروفايل، في سي ال بلس وفي سي ال ماينس، سي ال ماينس اللي عليه كمان تو لون بير بصير سي ال ماينس. واضحة؟ طيب. هذا بتاخذوه بالاورجانيك 2 كيف بننتج سي ال بلس او بي ار بلس الكتروفايل انفعلهم مع البنزين هنسميه الكتروفيليك اروماتيك سبستيتيوشن بتاخذوه بالاورجانيك 2 بالتفاصيل طيب نروح هلا على شابتر على شابتر 3 انا زدت لكم اسئله المفروض انكم اطلعتوا عليها اوكي طيب اذا شابتر اللي هو شابتر 4 هنبلش شابتر الالكين الالكين يا جماعة هو عبارة عن كاربون كاربون دبل بوند اي كاربون كاربون دبل بوند هذا سميناه الكين الجنرال الجنرال فورمولا له سي ان اتش 2 ان اوكي هذا الجنرال فورمولا يعني لما نحكي ابسط الكين عندنا الايثين او الايثيلين سي 2 اتش 224 أو مثلاً C3H6 هذا كله جنرال فورمولا للألكين أو صيغ ألكين تمام؟ إذن هذا هو الألكين حكينا إنه الألكين في دبل بوند وفي في عندنا دبل بوند وفي عندنا باي سيستم مزبوط في غنى أمجد أحمد مسعود والله حدا يبعث لها الرابط
مش عارف تفوت كمان. يا جماعة في حدا حط لها الرابط؟ والله خلينا نحط لها الرابط بس. دكتور حطيت لها اياه. حطيت لها اياه كوبي. وين انا مش عارف. خلص حطيت لها اياه مش مشكلة. تمام. ياخذ بس الثانوي. اوكي اذا الالكين اخذنا الجنرال فورمولا وحكينا انه هو يحتوي على باي بوند، حكينا انه هو انساتوريتد كومباوند. انساتوريتد يعني الكربون مش مشبع بالهيدروجين اكيد. اوكي فهلا حاليا بدنا نروح على النيمينج على طول. نيمينج اوف الكين ايش هيك؟ naming of alkene. هلا يا جماعة بدي اكتب قواعد انقلوها والله يا ريت قبل ما ابلش انقلوا شو اللي بحكي فيه بدل ما اكتبها. تحديد واحد، تحديد اطول سلسلة من عدد الكربونات التي تحتوي على الرابط الثنائي. احنا بهمنا نحدد السلسلة، نحدد الرابطة الثنائية، السلسلة التي تحتوي على الرابط الثنائي. كمان مرة، تحديد أطول سلسلة من عدد الكربونات التي تحتوي على الرابطة الثنائية، لأن الرابطة الثنائية أهم من الرابطة الفردية. اثنين، الترقيم دائما أقرب إلى الرابطة الثنائية. الترقيم أقرب إلى الرابطة الثنائية. ثلاث، الترقيم الأقرب إلى التفرع. لما نرقم الترقيم الأقرب إلى التفرع بعد أخذ عين الاعتبار الترقيم الأقرب إلى الرابطة الثنائية. كمان مرة، الترقيم الأقرب إلى التفرع بعد أخذ عين الاعتبار الترقيم الأقرب إلى الرابطة الثنائية. أربعة، تحديد. نعم دكتور بتصير تعيدهم بالله. كمان مرة، واحد، تحديد أطول سلسلة من عدد الكربونات التي تحتوي على الرابطة الثنائية، لأن الرابطة الثنائية أهم من الرابطة الفردية. اثنين، الترقيم أقرب إلى الرابطة الثنائية. الترقيم دائما أقرب إلى الرابطة الثنائية. ثلاث، الترقيم الأقرب إلى التفرع بعد أخذ عين الاعتبار الترقيم الأقرب إلى الرابطة الثنائية. تمام؟ طيب خلينا نشوف الأبسط الكين. شو بتتوقع أبسط الكين يكون عندنا؟ ميثين. ميثين؟ ما احنا قلنا كربون كربون هيدروجين. إيثين. إيثين بالضبط. أبسط إشي اللي هو الإيثين. أوكي؟ اللي هو الإيثين. اللي هو بشكل عام CH2 double bond CH2. رقم أربعة والله عيدها. رقم أربعة، تحديد رقم الرابطة الثنائية قبل الألكين. تحديد رقم الرابطة الثنائية قبل الألكين، يعني بنحط رقم قبل الألكين نحدد وين الرابطة الثنائية موجود. هنشوف الإكزامبل. إذا إيثين، إيثين. هلا في داعي أحط رقم هون بالإيثين والبروبين؟ ما في داعي، مبين لأنه غصب عنه بده يبلش في واحد. أوكي، ما في داعي لرقم إيثين. الكومن نيم بدنا نحفظه يا جماعة، الكومن نيم للإيثين بنسميه إيثيلين. 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 اوكي إيثيلين. طب نيجي ناخذ CH2 بعدين هنا CH بعدين CH3 اللي هو البروبين. دائما الرقم هي أطول سلسلة، هي بروبين الرقم
اقرب للدبل بون. هي واحد اثنين ثلاث، هذا بروبين. برضو كمان هون ما في داعي للبروبين لانه غصبا عنه بده يبلش بواحد، اوكي ما في داعي للرقم. الكومن نيم يا جماعه اكتبوه اللي هو البروبيلين، اوكي بروبيلين بروبيلين. طب لا نيجي على البيوتين، اوكي خلينا نكتب بيوتين. اها اذا سي 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 هنا مثلا خلينا نعمل دبل بوند، اذا هذول اثنتين هنا في داعي نرقم الرابط الثنائي ولا ما في داعي؟ شو رايكم؟ ما في داعي نرقم؟ هي واحد اثنين ثلاث اربعة. طب بلكن اجت على اثنين، لا في داعي، بلكن اجت الرابط الثنائي على اثنين، بلشت من اثنين، اوكي؟ اذا هذا اذا بدنا نسميه بيوت بيوتين. الالكين دائما نفس الالكان يا جماعه، بالنهايه الالكان تحول الان تحول لاين، الكين اين، اوكي؟ اذا هنا بيوتين اربعه، بيوتان بيوتين، بدنا نحط رقم البيوتين الدبل بوند وين بلشت؟ الرقم واحد. طب لو ما حطينا، طب ما هي بيوتين بس، طب بلكن اجى زي هيك، ها بلكن اجى من اثنين، هي واحد اثنين ثلاث اربعه صح؟ في تو بيوتين مزبوط؟ اذا لازم نحط الرقم لما يكون في عندنا اربع كربونات واكثر، اما اقل ما في داعي، بروبين والايثيلين ما في داعي. عرفنا ليش حطينا الرقم الرابط الثنائي؟ وين رقمها؟ اثنين. وين بلشت؟ من رقم اثنين. تمام. نشوف كمان اكزامبل والله. مثلا CH3 CH2 او خليها CH double bond CH2. مين اطول سلسله؟ واضح هي اطول سلسله. الترقيم الاقرب الى الرابط الثنائيه يعني من الشمال ولا من اليمين؟ من الشمال. شمال. 2 3 4 5 6 7 هذا ايش اسمه يا جماعه؟ هيبتين. اوكي وين رقم الرابط الثنائي ببلش؟ من اثنين. هلا بامكاننا يا جماعه الالكين كل الحالات، يعني بامكاننا نستخدم الالكين الرقم هون او هون بيناتهم بامكاننا، اوكي يعني هذا بامكاننا نحكي هيك هيب اثنين اين، بدل ما نحطه قبل بنحطه بعد الهب، بعد كلمة الك، اوكي؟ يعني يا هاد كله بزبط. طب دكتور أول ما بس قديش ما حكينا مثلا واحد بروبين؟ واحد لأنه غصب عنه بده يبلش من واحد. طب بدك تحطه هون. طب ها العكس مش نفسه؟ تعالوا نكتبه نفسه ها. سي اتش 2 دبل بوند سي اتش سي اتش 3، ما أنت غصب عنك بدك تبلش رقم واحد من هون. صح ولا لا؟ مزبوط؟ واحد بروبين خلص ما في شيء داعي سواء يمين ولا شمال، نفس الشيء بروبين ما في شيء داعي لرقم واحد. بس هون والله في داعي للبيوتين، في داعي انه الكربون هنا اجى دبل بوند اجت عند واحد، بينما هون اجت عند اثنين بلشت دبل بوند، واضح؟ اوكي؟ حتى يعني مش قصة والله حطينا واحد بروبين مش قصة، شو يعني ما تتغير على النظام، بس زدنا حرف من عنا أو رقم من عنا مش قصة. طيب نيجي هنا نأخذ اكزامبل آخر CH3. تفضل. احنا بنحط الرقم اللي بتبدأ منه الرابطة صح؟ ايوه بالضبط، اللي بتبدأ منه الرابطة، اللي بتبدأ منه الرابطة اكيد. طب مين اطول سلسله يا جماعه هون؟ هذه شو رايكم؟ هل هذا اطول سلسله؟ لا غلط دكتور. غلط. لا تحتوي على رابطه ثنائيه. بالضبط لازم تحتوي. من وين تحتوي اذا؟ من هون. اوكي اليسار. بالضبط. طب من وين نرقم؟ من هون ولا من هون؟ من تحت. يمين. من تحت. من تحت واحد.
طب بنفع احكي واحد هون؟ واحد بعدين احكي اثنين ثلاث بنفع؟ لا لازم لا لازم تمر بالرابطة الثنائية. واحد يمر نكمل. واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة. إذا هذا 1 هيكسين ننتبه. وفي عندنا فرع، شو الفرع اللي عندنا هذولا؟ عبارة عن إيش؟ بروبل 2 بروبل هيكسين 2 بروبل 1 هيكسين. واضحة؟ إذا مهم جدا مش نروح نختار هذا أطول سلسلة، ما احتوت على الرابط، لازم تحتوي كلها السلسلة، لازم تحتوي على الرابط الثنائي كلها. والرقم لما نبلش واحد بنكمل اثنين، ما بنفع نبلش واحد من هون نقول يلا اوكي. اذا 2 بروبل 1 اكسين. طب نيجي نرسمه بصيغه اخرى لمركب اخر اتش اتش هون سي اتش 2 هون سي اتش 2 هون سي اتش 3 هون سي اتش 2 هون سي اتش 3. بينفع اجي احكي والله اسمي مين اطول سلسلة؟ بينفع هيك اقول؟ بينفع؟ لا 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 ما بينفع، لازم اكمل من هون. هي اطول سلسلة كلها الكربرة، خلص بوقف صح؟ من وين نرقم؟ من يمين. فوق ولا من تحت؟ من يمين صح؟ فوق. طب نرقم الهيدروجين واحد، شو رايكم؟ لا لا الكربون رقم الكربون بالضبط. واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة. إذا شو صار اسمه يا جماعة؟ 2-ethyl 2-إيش؟ بنتين، لأنه خمسة بنتين. تمام. بس هنا في شغلة غلطنا فيها، شو هي؟ ما انتبهتوا لها، توقعت واحد بنتين بالضبط. واحد بنتين بدي اياكم تركزوا انتو بالضبط. واحد بنتين اكيد واحد بنتين. طيب هلا نيجي يا جماعه نسمي لمركبات فيها اكثر من دبل بوند، نيمينج كومباوندز، تسميات مركبات بمور دبل بوند بدمار دبل بوند. تفضل. بس معلش قبل ما تبلش بهذول المركب اللي قبل هذا اللي هو 2 بروبل هيكسين، بس معلش تعيد لي كيف سميته. مين اطول سلسله؟ اطول سلسله تحتوي على الكارب على الرابط الثنائيه هيها. مزبوط مزبوط. طيب من وين نبلش؟ رقم واحد لازم ترقيم من الاقرب للرابط الثنائيه. هي واحد، هي اثنين، هاي ثلاث أربعة خمسة ستة، هاي هيكسين ستة هيكسين جمع. هيكس وين رقم الرابط الثنائية؟ نبلش عند واحد هاي. طب وهذا الباقي فرع، شو اسمه الفرع؟ شو اسمه؟ بروبل، ثلاث كربونات. تعرفين قلنا الألكان كفرع شو بدي يصير يا جماعة؟ كفرع ألكل صح؟ ألكل أوكي ألكل الآن ألكل اوكي اوكي. طيب نيجي ناخذ زي هيك والله. هنا اذا عندنا دبل بوند تنتين نسميها داي وفي رقمين. اذا في عندنا ثلاثه دبل بوند بنسميه تراي ان. اذا عندنا داين وهكذا اوكي. تراي يعني في ثلاث ارقام. خلينا نكتب والله اكزامبل. من وين الرقم؟ ما بتفرق يمين ولا شمال، نفس الشيء. واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة. فبنحكي بن داي إين. مش نيجي نحكي داي بنتين، لا داي ما بنفع. داي بنتين، داي يعني البنتين خمس وخمسة يعني عشر كربونات. أنا بن تنتين الدبل بوند داي إين. شو أرقامهم؟ شو أرقامهم يا جماعة؟ وين بلش الدبل بوند؟ واحد وأربعة. مش نحكي واحد وخمسة، واحد وأربعة. واحد وأربعة كي إذا النط كمان مرة ما غلط، نجي نحكي واحد أربعة بنت أو داي بنتين غلط.
هذا غلط. اوكي شو دايبنتين؟ احنا عندنا الدبل بون دايين دايين مش دايبنتين. دايبنتين يعني عندنا خمسه بنتين، ما في يعني بنتين عندنا تنتين، اذا هذا غلط. يعني ممكن الطالب يفكر زي هيك. نيجي طلع هيك الفكره من الاول كمان مره. عندنا كم دبل بون؟ تنتين صح؟ تنتين هي هاد وهاد. وين ارقامهم؟ رقم واحد اثنين ثلاث اربع خمسه، او رقمه العكس نفس الشيء. فبصير بن، بما ان عندنا دبل بون تنتين، داي داي اين. وين ارقامهم؟ واحد واربعه. واضح؟ في طلاب بفكروا بيحكوا داي بنتين. شو يعني داي بنتين؟ داي يعني البنتين خمس مرتين معاد. يعني انا بنتين وبنتين. بنتين وبنتين، لا ما في. اذا على الدبل بنتين داي. تفضلي. ما بصير نقول واحد خمسه لانه نحن بندور على الارقام لا. الاقل؟ لا. دائما وين بلشت الرابطه الثنائيه الاولى؟ عند واحد. وين بلشت الرابطه الثنائيه الثانيه؟ عند اربعه. الارقام الاقل طيب واحد واربعه. تمام؟ واحد وخمسه مش لو مشينا من اليمين راح يكون واحد وخمسه، فانا بختار واحد واربعه لانه خمسه. نمشي من هذا، نفس الشيء يطلع عندك. نمشي. دشتر. هي واحد، هي اثنين، هي ثلاث، أربعة، هي خمسة، كيف؟ خربطة بالطريقة، تمام. تمام؟ نفس الإشي، سواء يمين ولا شمال نفس الإشي. طب نيجي على هذا. وين الرقم يا جماعة؟ اليسار. يسار. اليسار. واحد. اليسار. أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. تمام. بصير واحد خمسة. أوك. أوك. يلا نقلوني. داي. 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 بالضبط. دا داي. تمام. ممتاز. دكتور احنا هون ليش رقمنا من اليسار؟ مين الاقرب للرابط الثنائية؟ من اليسار يبلش من واحد ولا نبلش من هون؟ مين اقرب برأيك؟ اوكي؟ اوكي. طيب. نيجي نحكي عن هذا سي اتش 3 سي سي اتش 2 سي اتش 3 هون دبل بوند. هنا CH CH2 CH2 CH3. مين أطول سلسلة برأيكم؟ أيها اللي تحت. مش هيك دغري من هون. طب من وين الرقم؟ من وين نبلش؟ من فوق. من فوق. هاي واحد، هاي اثنين، هاي ثلاث، هاي أربعة، هاي خمسة، هاي ستة، هاي سبعة. اوكي فبصير 3 مثل 3 مثل ايش؟ نقلوني ثري ثري هبتين. الهبتين الهبتين رقم الثلاث الرابطة الثنائية. تمام. اوكي طيب نيجي والله على هات سي اتش 3 سي اتش دبل بون سي اتش سي اتش هنا سي اتش 3 هنا. خلينا نركز والله وين الرابط الثنائي اطول سلسله من الرابط الثنائي. هيو تمام واضح. طب من وين الرقم يا جماعه؟ من اليمين ولا من اليسار؟ من اليسار. من اليسار اقرب للرابط الثنائي. ما بهمنا الفرع، احنا بهمنا الرابطة الثنائية. اذا واحد
2 3 4 5 اذا صار عندنا 4 مثل 2 بنتين اوكي بنتين طيب ناخذ هذا مثلا صح كنا عايز ربع طيب هسه احط لك عايز ربع اوكي هاي عايز ربع هاي يا جماعة وين أطول سلسلة؟ من يمين من اليمين أيوة اللي هي هاد أوكي هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاث هاي أربعة هاي خمسة هاي ستة هاي سبعة في عنا خمس برومو ثلاثة عرفت الأيزو بروبيل هذا أيزو بروبيل مظبوط؟ آه مظبوط ثلاثة أيزو بروبيل بعدين واحد هيب تين اوكي واحد هيب تين طيب ممتاز نيجي هاد والله ركزوا فيه شوي هاد نشوف من وين اطول سلسلة ومين او خلينا نشوف شوي قبل ما مين أطول سلسلة برايكم؟ لاينر من يسار لاينر واضح طب من وين الرقم يا جماعة؟ ما رح والله خليني أكتبه من يسار لا تفرق دكتور تفرق خليني والله أشوف عشان فرع في فرع بالضبط هيك كمان تبعته أوكي والله خلينا الرقم هذا نشوف مين الصح ومين الغلط هاي واحد هاي اثنين هاي ثلاث هاي أربعة هاي خمسة هاي ستة أما هون واحد اثنين ها دبل بوند أجا ثلاث ثلاث في الحالتين طب مين أفضل يجي فرع اثنين ولا يجي فرع على خمسة أو فرع على ثلاث اثنين أفضل على اثنين الفرع على اثنين أفضل ما هو الدبل بوند ثلاث ثلاث هيو ثلاث ثلاث مزبوط بس هون في فرع على اثنين هنا في فرع لا على ثلاث ثلاث او خمسه اذا الفرع على اثنين افضل لان هذا غلط هذا الترقيم غلط تبعه هون الترقيم صح اذا 2 برومو 4 مثل ايش ثلاث دكتور لا اليسار لا اليسار اوكي حطيت اللي على اليمين هم مش فاهم هاي اليسار مش المفروض يكون ثلاث نختار الاقل اوكي هذا ثلاث وهذا ثلاث مزبوط بس مين اللي فيه فرع اقل هون الفرع جاي على اثنين هون الفرع جاي على مين على ثلاث مزبوط مين افضل بس اللي ارجع على خمسه طيب اوكي احنا قلنا اتفقنا اذا في عندنا ثلاث مثلا ثلاث هون وخمسة هون ايش اجى الفرع؟ اثنين واربعة اول واحد ما تطلعش على اللي بعد الفرع هون اثنين هون الفرع ثلاث اذا مين افضل؟ فرع اثنين ولا اربعة؟ اثنين طبعا خلاص اوكي واضحة؟ واضحة هذه يا جماعة؟ يعني واو. احنا هون الدبل بوند تساووا طب مين افضل صار؟ والله الفرع اللي بياخذ رقم اقل اذا من الرقم من الجهه اللي بياخذ الدبل بوند اقل هم الاثنين اقل طب والفرع اقل مين افضل؟ لا والله هذا افضل اوكي طيب كلير يا جماعه يا بس شوي دكتور اخر شيء يلا اعيده كمان مره كمان مرة لا بس خليه بس خلينا ننقله ننقله اوكي دكتور تفضل
دكتور لو سمحت، بس في مثال اللي هو 3 مثال 3 هبتين بدي انقله، ما راح حاجه تكمله. يلا هسه بقى وجود فوق بس عددكم والله. دكتور تفضلي دكتور، لو ممكن تسمي الثاني الخطأ تسمية كاملة؟ لا لا غلط، التسمية تبعته غلط من الأصل. لو قارنا هلا البروم التسمية الصحيحة البروم رح ياخذ رقم أقل من التسمية الخاطئة، بس الميثل رح ياخذ بالتسمية الخاطئة رقم أقل. فأنا هون شو احنا الأقل رقم، مين الأقل رقم؟ من أول رقم هنا 2، هنا 3 اقل رقم، مين افضل 2 ولا 3؟ 2 يعني من اول رقم. من اول رقم خلص ما بنطلع الباقي احنا. تمام وضحت؟ وضحت. طيب اذا نيجي هلا يا جماعه، كتبتوا خلاص؟ تمام عاد. نيجي هلا نحكي عن النيمينج للسايكلو الكين، سايكلو الكين وليس الكان، الكين عفوا، سايكلو الكين. سايكلو الكين. تمام. دائما يا جماعة اكتبوا قاعدة، دائما نبدأ ترقيم من عند الرابطة الثنائية والأقرب إلى التفرع. أوكي؟ مثلا إذا الترقيم يبدأ من عند الرابط الثنائية، وين الرابط الثنائية؟ هاي يا بنيجي نحكي 1 2 3 4 5 ونشوف مين الأصح، يا إما باجي بحكي والله أعيده كمان مرة. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، بس بنفعش لو بدي احكي هيك نشوف مين الاصح فيهم. 1 2 3 4 5. طيب يا جماعه خلينا نشوف اول واحد. اول واحد 1 2 الفرع اخذ 5، هنا 1 2 الفرع اخذ 3، هذا ممتاز، هذا لا غلط. طب هون ما بينفع نيجي نحكي واحد، لازم نكمل بالدبل بوند. اوكي لازم نكمل، ما بينفع واحد واروح افشق انه بدي لازم امشي، اذا هذا غلط، اكيد غلط. اوكي اذا بالنهايه ان هذا الصح. طب ما بزبط ارقم لحتى الفرع؟ لا لازم دائما الترقيم مكتوبه قاعده، كنا الترقيم دائما يبدا من عند الرابط الثنائيه. تمام؟ لا لا تمام فاهم، بس انه يعني ارقم 1 2 واكمل على الفرع، ما هو بيطلع 5. يعني بتيجي 1 2 بعدين ترجع؟ هيك؟ لا اكمل عند الدبل بوند 1 2 3 4 5. زي مين؟ زي هاد؟ مش فاهم عليك. ما بدي ادخل الحلقة بالموضوع، بس اللاين. كمان مرة هيك بدك تساوي هيك 1 2 3 4 5، هيك بدك تساوي؟ لا احنا دائما الحلقة هو الرئيسي، الحلقة هو الرئيسي من عنده الترقيم، من عند الدبل بوند الافرع هذا فرع بنعتبره، دائما الترقيم برا الحلقة، ما بنرقم برا الحلقة. تمام ابدا ما بنرقم برا الحلقة. تمام تمام اوكي. اذا صار عندنا 3 إثيل، إنه هذه كربونتين كفرع إثيل،
ليش غلط؟ لأن الفرع عاجع على رقم خمسة، أنا الفرع عاجع على رقم إيش؟ ثلاث. أنا 3-ethyl cyclo. هلأ ما في داعي أحط رقم البنتين الإين وين أجا، دائما واحد، هنا دائما واحد، ما في داعي، ها أكتبوها، ما في داعي للترقيم، ما في داعي للترقيم، دائما واحد، ما هو دائما هنبلش واحد، أبدا ما في داعي أحط واحد سايكلو بنتين. تفضلي. بس الثالثة. نعم؟ بس الثالثة الترقيم غلط. الثالثة الترقيم غلط. شو هون؟ بنفعش اجي احكي واحد، بلشت من هون واحد، بدي اكمل. هون واحد بعدين نطيت تحت، نطيت اثنين عكس الدبل بوند، لازم امشي في الدبل بوند، لازم الترقيم يمشي من الدبل بوند. مش ابلش فيه وما امشيش فيه، تمام؟ حتى لو رجعنا حتى لو في افرع، لازم بدي امشي من الدبل بوند. هم عنصر خيارين هذا وهذا. بس هذا استثنينا لانه الفرع خمسة، هنا الفرع ثلاث. كمان مرة لازم نمشي الترقيم في الدبل بوند. اوكي؟ هلا بتشوفوا اكزامبل. هون مثل وهون مثل. هلا هون الترقيم يا جماعة من الدبل بوند، سواء واحد هون اجيت اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة أو العكس نفس الإشي. لو بلشت من هون واحد وهون اثنين نفس الإشي. أوكي. مزبوط نفس الإشي. فبيطلع عندك 4-5-dimethylcyclohexene. ما في داعي أكتب واحد cyclohexene. cyclohexene. ضروري أكتب cyclo دكتور. نعم. ضروري اكتب سايكلو؟ ولا شو دراني اذا مش كاتب سايكلو؟ ما في بدون سايكلو يا جماعه، ها نيجي نكتب بدون سايكلو. 3 تغير المركب ولا ما تغير؟ 4-5 مثل فهمت عليك، اذا بده يعني نرسم الرسمه تصير يعني لازم تكتب سايكلو. هيكسين لازم بغض النظر. هي 1 2 3 4 5 هي 6 4 5 بدري ليش اذا في حتى هيك مركب ولا لا، بس نحاول 1 2 3 4 5 6 4 5 4 و 5 اوكي. هي هذا شو جاب؟ وفي رابط ثنائيه طبعا، وكمان رابط ثنائيه، وين رقمها الرابط الثنائيه؟ يعني كله ما طلب نيجي نكتبه بدون سايكلو. وضحت؟ أنا بلكن كان عند واحد، بلكن كان عند اثنين، بلكن كان عند أربعة، بفرق. مزبوط؟ مزبوط دكتور. لازم نكتب سايكلو إذا. دكتور يعني بس يكون في حلقة بكتب سايكلو؟ أكيد، أي حلقة بتكتب عنها سايكلو. لازم. أوكي. تمام. دكتور. تفضل. زيد فضلك، بالمثال اللي حذفته من شوي، كيف عرفت إنه في رابطة ثنائية أصلاً؟ ما احنا حكين هيكسين بس مش محددين رقم، يعني صعب صعب يا جماعة، اشي ما ملوش دخل. لازم القصة انه لازم نحط سايكلو، لازم. طيب نيجي والله نسمي هذا، نركز على هذا والله. اوكي هون كلور وهون كلور. من وين نرقم واحد يا جماعة؟ هلا في عندنا خيارات. على اليمين. من هون واحد اثنين من المكان الكلور. ثلاث أربعة خمسة ستة. طيب خلينا نعيده كمان مرة والله. لا خطأ مو هيك، لازم نقلب واحد. طب شوي شوي شوي. نشوف اللي بتحكوا عنه. هاي هون كلور، هون كلور. انتو بدكم من هون واحد اثنين هيك ثلاث هيك بدكم؟ اربعة خمسة ستة طالع افرع. طيب مين يا جماعة لازم نبلش من الدبل بون؟
هلا هاي واحد مين اللي في فرع اقل الرقم اقل للفرع هذا ولا هذا الشمال ولا اليمين لا الشمال واحد بلشنا هون واحد بلش الفرع هون بلش من ايش من اثنين مين افضل واحد ولا اثنين واحد طيب الثلاثة واحد ما قلنا ما إنه دخل بعد الأرقام هذه ما إنه أول رقم إذا تساوي بروح الرقم الثاني مزبوط أوكي يا جماعة سموا لي إياه إذا هذا الصح هذا صح وهذا غلط سموا لي إياه يلا يا جماعة شوي بس أنا أدبهم نص دقيقة يا جماعة سمتوا لي إياه إذا هنا واحد أفضل من اثنين إذا واحد ستة داي كلورو واحد ستة داي كلورو داي كلورو إكسين دكتور تفضل حسب حالة السايكلو ما بنكتب رقم الرابطة الثنائية بس نكتب سايكلو والاسم الكين اكسين بالضبط الرقم ما في داعي له لانه دائما واحد اوكي تمام دائما واحد بالضبط اوكي سموا لي هذا هلا دكتور بس توقف خليها يا جماعة جربتوا تحلوا هذا دكتور لسه أي واحد دكتور نبعثه يعني لا بس خلينا مع بعض إذا من هون واحد بدنا نبلش من هون واحد ما بنفع أنط اثنين ثلاث هذا غلط يا جماعة ما بنفع نكمل من الدبل بون اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة إذا في عندنا خمسة إثل اوكي واحد مثل سايكلو هيكسين اوكي تمام طيب دكتور من سنة طريقة صح من هيك كيف شو لو الطريقة لو رقمنا من تحت الواحد مو من فوق من هون من هون طب صار قديش رقم الفرع صار اثنين صار اثنين هو الرقم واحد اثنين ايثل ايه؟ صار اثنين ايثل ها خلينا ارسمه من وين نقريني يلا من وين الرقم؟ من وين الرقم؟ من تحت من هون واحد طيب بعدين اطلع اثنين اثنين
ثلاث أربعة خمسة ستة. الفرع الأقرب شو رقمه صار؟ دكتور بس احنا من رقم من على الترتيب الهجائي الإيثيل هون أخذ أربعة هون أخذ لا خمسة. لا بغض النظر احنا شو الإيثيل ولا هون الفرع أجا اثنين بينما هون إيش أجا؟ واحد قبل ترتيب الأبجدي. إذا تساووا بنشوف الترتيب الأبجدي مين أفضل؟ الفرع يأخذ أقل رقم، مين الأقل رقم؟ هاد ولا هاد؟ هذا مش ماخذ أقل رقم، الفرع ماخذ اثنين، هون الفرع ماخذ إيش؟ واحد. هذا يا جماعة نفس اللي فوق، نفس فكرته، واضحة؟ إحنا دائماً يا جماعة يعني كمان مرة الترقيم يبدأ من الرابطة الثنائية، والترقيم يجب أن يكون أقرب للفرع. مين أقرب للفرع؟ هاي الرابطة الثنائية، واحد اثنين ولا واحد اثنين؟ والله بلشنا من واحد هون الفرع جاء واحد، بلشنا من هون الفرع جاء اثنين، مين أفضل؟ قبل ما نكمل مين؟ يجي الفرع واحد ولا يجي الفرع اثنين؟ يعني دكتور أنا هون بهمني الفرع الأقرب للرابطة الثنائية، باقي الأقدام ما بهمني؟ ما بتهمني، أوكي؟ إذا تساووا بنروح الفرع اللي بعديه. إذا تساووا يعني مثلا في عندنا كمان فرع إذا تساووا خلينا نحكي والله زي هذا اكزامبل أشوف إذا بزبط معي. أي هنا واحد هنا مثلا زي هذا من وين؟ هاي واحد اثنين ثلاث والآجي لا مين أفضل؟ والآجي أحكي واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة مين أفضل؟ على اليسار. اليسار وضحت إنه هنا هلا الأفرع واحد اثنين فيها مثل مثل أوكي واحد اثنين ساووا هلا مين أفضل ضايل؟ ثلاث ولا ستة؟ يجي الفرع لا يجي ثلاث وضحت؟ واضح؟ تمام. طيب نروح يا جماعة على آخر مثال. هلا يا جماعة هنا مثلا سايكلوبروبين وفي فرع قد ما كان طول السلسلة يا جماعة قد ما كان طول السلسلة حتى لو كانت أكبر من الحلقة دائما يعتبر فرع دائما السلسلة تعتبر فرع شو مكان طولها يعني هنا كفرع واحد اثنين ثلاث أربعة بيوتل هذا إذا بدنا الرقم واحد اثنين ثلاث ثلاثة بيوتل سايكلوبروبين إذا دائما إذا في سلسلة حتى لو كانت أطول من حلقة الألكين الرئيسي هو الألكين السلسلة فرع أوكي مهمة هذا اتفقنا؟ طيب هلا نروح ولا على سلايد 25 نروح على السلايد 25 25 26 27 وين 5 وين شارتر 4 الكين حلوها لحالكم يا جماعه سلايد 25 26 27 اكتبوا حل لوحدكم هي موجوده عندكم على الموديل طبعا 25 تدريب 25 26 27 بنزل لكم الحل فيما بعد اوكي خلينا ناخذ العكس بس نحل لنا وحده والله سلايد 26 حكي لنا اعطانا الاسم وبدنا درو ستراكشر نحل اي وحده بدكم يلا اختاروا اي وحده بدكم نحل سي سي يلا نحل سي اوكتا تراين اوكتا تراين نكتب الأكتا أول شيء الأكتا هي واحد هي اثنين هي ثلاثة هي أربعة هي خمسة هي ستة هي سبعة هي ثمانية ورقم عشان ما تتوهش رقم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية
اوكتا تراي في عندنا تراي وين عند الواحد هاي عند الاربعة اوكي وعند الستة هاي مزبوط هاي خلصنا منه هاي تراي مثل وين عند اثنين وثلاثة وثلاثة اثنين هاي مثل عند ثلاثة وثلاثة هاي ثلاثة وهي ثلاثة هاي هيك خلصنا مزبوط بدكم احل لكم كمان واحد دكتور تفضل جيت فضلك هسه انا استثنيت الحلقه عشان ما في كلمه سايكلو صح طبعا وين السايكلو كل الامثله فيش سايكلو خلاص انت بدكم نحل كمان واحد ولا خلاص لنا بالله دي كمان نحل دي طيب نيجي نحل دي من وين بلش يا جماعه من وين؟ من الهكسين ستة كربونة ستة اكتبوا ستة دائما واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة وتأكد واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة طيب ثلاثة هكسين يعني في دبل بوند عندي الثلاث اثنين خمسة داي مثل هاي خمسة مثل وهي خمسة واثنين خمسة مثل هاي خلصنا وفي ثلاثة أربعة داي آيزوبروبل عندي الثلاث في ايزوبروبيل وعندي الأربعة في ايزوبروبيل هاي خلصنا تمام يلا نقولوا هذول بنزل لكم يعني حاولوا تدربوا عليهم يا جماعة سلايد اكتبوا حل سلايد 25 26 27 وبنزل لكم السلايدات ان شاء الله دكتور معقول تجيب لنا هيك بامتحان ليش ما اجيب لك بجيب لك لا تخاف بجيب لك الوقت المناسب في الوقت المناسب بدك تتدرب بدك تتدرب يا جماعة سهلين يعني هذول سهلين طب خلاص حل على السريع يعني هيك طيب هذا اللي بدنا اياه شو بدي اجيب لك امتحان بعد دائره رح نلاقيهم بيخبطوا من كوكب زحل بدي اجيب لك من هاللي شرحناه مزبوط ولا لا 100% اوكي مش يعني مش مهاره والله انا اشرح لك اشي واجيب لك اشي ثاني ما شرحتوش ولا عمري حكيت عنه أنا بدي بالنهاية أختبرك الإشي اللي أنت أخذته مني أوكي؟ هلا مش شرط نفس الإكزامبل بس نفس الكونسبت نفس المفهوم تمام إذا حل سلايد 25 26 27 خلصنا منه بدكم تتدربوا شوف كل ما تدربتوا يا جماعة كل ما كان عندكم فعلا الحل سهل هلا اللي ما ممكن ترجع للمثال إيه؟ ممكن ترجع للمثال ثواني يلا هذا هنزل لكم الحل فيما بعد لسلايد 25 26 27 خلاص تمام دكتور طيب يا جماعة نيجي هلا على موضوع آخر اللي هو سيس ترانس آيزومرزم سيس ترانس آيزومرزم أوكي مثلا يا جماعة خلينا أكتب لكم المركبات هذول هاي عندنا مركب هنا H وهنا CL وهنا CL وهنا H ونرسم لكم مركب آخر هنا H وهنا H وهنا CL وهنا CL يا جماعة هذول المركبات أي مركب في دبل بوند أي مركب في دبل بوند أو حتى سايكلو ألكان سايكلو الكان ممكن نستخدم مصطلح سيس ترانس هلا نحكي ايش يعني سيس ترانس ممكن نستخدم سيس ترانس او زد و اي بالسايكلو الكان بس سيس وترانس سيس وترانس بس يعني ما في سيس وترانس في تريبل بوند
ما في سيس وترانس في سايكلو الكين الدبل بوند الكين ما في سيس وترانس على مثلا خلينا نحكي سينجل بوند ما في سيس وترانس اذا بدنا نشوفه بنشوفه يا اما في الكين يا اما سايكلو الكان طب شو يعني سيس وترانس طيب نشوف والله هذه السي ال مركب اليوم هون يا جماعه كل كربون فيها two different atom إذا كل كربون فيها two different atom هي هذه مختلفة عن هذه مختلفة عن هذا إذا كل كربون فيها two different atom نيجي نحكي هذه Cl وهذه اللي جنبها Cl أوكي الكربون اللي جنبها على double bond الثاني كربوني الدبل بوند بين تو كربون نيجي نحكي هذه سي ال وهذه سي ال السي ال بنفس السايد او الاتش متى بنفس السايد ها نحطها مربع اذا شفنا تو اتوم نفس السايد متشابهات هذا بنحكي عنه سيس هنا تو اتوم متقابلات نحكي عنه ترانس اوكي هذا اذا بدنا نيجي نسميه سيس واحد اثنين دايكلورو إيثين وهذا ترانس واحد واثنين دايكلورو هو كربونتين بس في إيثين أوكي إذا قدرنا نحكي عنه سيس وترانس طيب إذا السيس يا جماعة إنه تو جروب إن ذا سيم سايد تو جروب هلا الأمور تتضح أكثر وأكثر في الاكزامبلات القادمة. Two group in the same sign. A trans two group in the opposite side. In the opposite side. تمام. يعني في الجهات المقابلة لبعض. اوكي. مثلا هذا المركب. CL H و H بيقدر نحكي عنه في سيس وترانس هذا؟ لا إذا في تو سبستيتوانت على نفس الكربون هذا ما بنقدر نحكي عنه سيس أو ترانس أوكي نكتبها إذا في عنا تو سبستيتوانت يعني تو سبستيتوانت تو أتوم إيش ما بدك على نفس الكربون on the same carbon ما في لا cis no cis ولا trans ايش بنحكي هذه ايش ما هم الاثنين نفس الشيء شو بدنا نحكي اتش ببالس ما تزبطش خلص كربون عليها نفس الاتوم اذا لا cis ولا trans اوكي لا cis ولا ترانس طيب هلا بدنا نيجي نحكي عن ناخذ اكزامبل ثاني والله كربون دبل بوند كربون هنا سي اتش 3 هنا سي اتش 3 هنا اتش هنا اتش هنا دبل بوند كربون هنا اتش هنا اتش سي اتش 3 هنا سي اتش 3 برايكم هذا شو اسمه المركب سيس ولا ترانس؟ ترانس لو بدنا نسميه يا جماعه هي اطول سلسله 1 2 3 4 2 بيوتين وهذول جنب بعض 1 2 3 4 2 cis 2 butene cis 2 butene اوكي هنا ترانس وهنا cis تمام لو بدي اجي اسالكم والله مين اللي له بولينج بوينت اعلى
الترانس. الترانس. طيب خلينا نشوف والله. الترانس إله بولينج بونت يا جماعة تقريبا يعني 3.7 الترانس أو 0.9 حتى 0.9 ديجري سيلسيوس، بينما السيس 3.7. السيس البولينج بونت أعلى من الترانس، وهذا إيش أكيد دائما السيس أعلى من الترانس البولينج بونت. ليش؟ لأنه يا جماعة الترانس لما نفحص الدايبل مومنت تبعته هذا هو كابلو كابلو ما فيش فرق، بس دائما الانسان بيتجه للدبل بوند، وهون بيتجه للدبل بوند. بنلاحظ انه الدايبل مومنت في الترانس الغوا بعض، هذا الغى بعض، يعني قيمه الام البوليريتي خلينا نحكي زيرو، بينما هون في له دايبل مومنت. اوكي او العكس، في له دايبل مومنت، في له البوليريتي نوعا ما. اوكي يعني القيمة هنا لا تساوي زيرو، أعلى من زيرو، أوكي؟ هيكون أعلى من زيرو. طيب إذا في له بوليريتي، إحنا حكينا إذا في له بوليريتي ممكن هذا يولد دايبول دايبول إنتر أكشن، بينما هذا قيمته زيرو ما يولد دايبول دايبول إنتر أكشن. الاثنين فيهم لندن فورس، بس مين اللي فيه دايبول دايبول ومين ما فيه دايبول دايبول؟ هذا ما فيه دايبول دايبول. السيس فيه لأنه فيه بولاريتي، إذا أكيد السيس أعلى بالبويلينج بوينت من الترانس. وضحت؟ إذا دائما السيس أعلى من الترانس بالبويلينج بوينت، إنه هنا فيه بولاريتي، فيه سم بولاريتي، أوكي؟ بينما الترانس ما بولار بلغوا بعض، أوكي؟ يعني البولاريتي هنا إذا ممكن يولد دايبول دايبول، ممكن. اوكي وهنا لا ما في غير لندن، بس لندن فورس. تمام يا جماعه؟ تمام دكتور، بس استفسار. تفضلي. لما اخذنا نحن لما كنا ناخذ بالايكليبس وهيك، فكنا منعنا انه كان اضعف اذا حطينا الجروبات قدام بعض، كان بيؤدي لتنافر. هم في تنافر ولا هناك كونفرميشن؟ نحكي عن كونفرميشن. اوكي احنا هنا اوكي هون سي اتش 3 ابعد ما يمكن عن بعض، ابعد ما يمكن، ابعد ما يكون. احنا ما بنحكي عن تزاحم بالنهايه، في كاربون كاربون دبل بوند، ما بنحكي عن استابيليتي هون، احنا بنحكي عن بوينج بوينت. بوينج بوينت لما نحكي عن بوينج بوينت هنحكي عن الانتر مولكيول فورسز انتر اكشن بتوين مولكيول. هون البولاريتي له زيرو، ما في غير لندن، انا اما هون في له انتر اكشن، في بولاريتي. تمام؟ هناك موضوع مختلف، ما له علاقة بالاستابيليتي، لا ما له. غير هيك يا جماعة، دائما الدبل بوند هذه الكربون هذه بنسميها ريجيد سيستم. ايش يعني ريجيد؟ يعني ما في روتاتمر، ما بتحرك الجزيء. هذا صعب جدا انه يتحرك الجزيء، يعني يلف، مش زي السنجل بوند. يعني مثلا لو نيجي نرسم مركب زي هيك يا جماعة، سي دبل بوند سي سي اتش 3، هنا اتش، هنا سي اتش 3، وهنا اتش. هذا بنسميه ريجيد، اي سيستم دبل بوند ريجيد. بينما اذا كان سنجل بوند مثلا هاي كاربون، هاي كاربون، هنا سي اتش 3، هنا اتش، هنا اتش، هنا سي اتش 3، هنا اتش، هنا اتش. هذا سنجل بوند، هذا له كونفرميشن اخذناه، بامكاننا نرسم له كونفرميشن ستاجرد ويكليبس. تمام، السنجل انه بيتحرك، اما الدبل هذا ما في له اي كونفرميشن ستاجرد ولا ايكليبس الى اخره. تمام يا جماعه، هذا ريجيد ثابت ما بتتحرك، نوت روتمر، ما بتتحرك. دكتور عميد، ايكليبس والستاجرد خاصه بالسنجل بوند؟ يس، لانه بيتحرك السنجل، بينما هنا مستحيل نلاقي دبل وسنجل، مستحيل نلاقي هنا بهذا السيستم اي دبل بوند. نيجي نحكي والله هات نرسم له كونفورميشن، لا، في له زد و اي، عشان هيك سميناهم زد و اي ايزومرز، ايزومرز، ما سميناها زد و اي، ما سميناها كونفورميشن ايزومرز، سميناها زد و اي، يعني ايزومرز من نوع اخر،
بيختلف عن الكونفورميشن. وضحت؟ وضحت دكتور. اوكي، عشان هيك سمينا الموضوع سيس ترانس ايزومرزم، ما سميناه كونفورميشنال ايزومرزم، لا سميناه اسم خاص في زد و اي او سيس وترانس. تمام. هلا يا جماعه في شغله ثانيه، احنا هنا بهمنا نعرف انه السنجل بوند كان بي روتيتد، اوكي، بينما الدبل بوند از ريجيد. طيب شو بهمنا احيانا انتم بتاخذوا في الميديسين، انا هشرح لكم دكتور محمود، والله في عندنا ريسبتور، في عندنا لو دخل مش مطلوب منكم من راح فيما بعد متى عندنا خلينا نحكي ريسبتور معين، هي ريسبتور، الريسبتور تفهموا شو معنى ريسبتور. اوكي، في عندنا ريسبتور وفي دراج او ليد كومباوند بده يربط، ما هو عشان لازم يصير في ترابط ما بين الدراج والريسبتور حتى يظهر الفارماكولوجيكال افكت. اوكي، هلا احيانا بالليد كومباوند او الدراج هتفهموا شو في فرق بين الدراج والليد كومباوند الى اخره. احيانا والله انه في حركه معينه بلفها هذا الدراج، خلينا نحكي الاكتيفيتي هون، لما يلف هذا بتضيع الانتر اكشن، ببطل في انتر اكشن. فاحيانا عشان يتغلبوا بهذه المشكله بقول له لا يا عمي تعال نخلي السيستم ريجيد، خلينا نعمل دبل بوند، بحيث انه والله مثل هي اللي بترتبط. طب اذا كان سنجل بوند هتضلها تلف، فممكن يجي الاتش لتحت عشان يربط بالريسبتور. فكيف بدنا نثبت السيستم؟ بدنا نخلي المثل لتحت، والله هذا نعمله دبل بوند، فالدبل بوند ريجيد سيستم. اوكي، اما هنا لا، هنا سنجل بوند قاعد بيتحرك. احيانا من طرق اخرى ممكن يكبروا الجروب، يكبروه بشكل معين، يحطوا الكيل جروب الى اخره. يعني هذول تفاصيل بتاخذوها في الميديسينال. دكتور تفضل. زيد فضلك، بس كيف بيعملوا له رابطه ثنائيه؟ بيحولوه من رابطه سنجل لرابطه دبل؟ هلا هذا احنا موضوعنا في الاورجانيك، هنتعلم فيما بعد. تمام، اوكي، تمام. هذا اللي بدنا نتعلمه في اورجانيك، لانه فعلا طب انا اذا مش متعلم اورجانيك كيف بدي احول السنجل لدبل؟ شو الرياكشن اللي ممكن اعمله انا؟ اوكي، هذا اللي احنا فعليا بدنا نتعلمه. دكتور تفضل. عادي، بس تعيد تبع البويلينج بوينت عشان فصل النت كمان مره. البويلينج بوينت يا جماعه دائما السيس له بويلينج بوينت اعلى من اللي ترانس، لانه السيس له دايبل مومنت، له بولاريتي، له قطبيه، هذا له بالنهايه في له قطبيه، بس هنا هذا الغى هذا، ما له قطبيه، ما له دايبل انتر اكشن، بينما هذا له دايبل انتر اكشن، اللي له دايبل، وهذا بس لندن فورس، هنا لندن فورس ودايبل، اذا هو له بويلينج بوينت اعلى. واضح؟ تمام. اوكي، خلينا والله يا جماعه بس اسالكم سؤال هون، مثلا لو حكيت لكم هذا المركب سي دبل بوند سي دي وهنا اي وبي، هل هو هذا المركب ايدنتيكال ولا ديفرنت؟ دي هنا بي وهنا اي، هل هذا المركب بيختلف عن هذا ايدنتيكال ولا ديفرنت؟ شو رايكم؟ ممكن تيجي تسالني دي قبالها بي، دي قبالها بي، اوكي طيب، وهون الدي، طب اي دي؟ طب هاي دي قبالها بي، والدي اللي هون قبالها اي، والدي اللي طب مش شايف في فرق؟ الدي قبالها اي هايها، طب والدي هون اي دي؟ نفس الشيء، هي دي قبالها اي، في فرق يا جماعه؟ شايفين في فرق؟ لا اذا نفس الشيء، اكيد نفس الشيء، اذا هذول تو كومباوند ار ايدنتيكال، اوكي ار ايدنتيكال، طالما ايدنتيكال يعني لا سيس ولا ترانس فيهم، لا نو سيس نو ترانس، نو سيس
نو ترانس. تمام. طب خلينا نيجي نحكي عن المركب هذا. B A هنا D E. هل هو هذا نفسه؟ D E A B. هل برأيكم هذا نفس هذا؟ ايه كيف اصلح لكم الاي قبالها اي؟ لا هذا الاي قبالها دي، الاي قبالها بي، هذا الاي قبالها اي، مختلف صح؟ اذا مختلفات مش نفسه صح؟ اذا هنا ار ديفرنت، هنا التو كومباوندز ار ديفرنت. هلا ممكن نستخدم بما انهم ديفرنت ممكن نستخدم مصطلح يا اما سيس او ترانس، يا اما هنستخدم مصطلح اسمه زد و اي. زد و اي، الزد يعني سيس والاي يعني ترانس. اوكي مثلا، مثلا يا جماعه الخير لما يكون بالعاده اكتبوها قاعده، لما يكون 3 ديفرنت جروب اور مور، يعني هون عندنا كم جروب؟ 4 جروب مختلفات على الدبل بوند صح؟ 3 ديفرنت جروب اور مور، الافضل نستخدم زد و اي. زد و اي بيستخدموهم، ما حكينا شو يعني زد و اي. ايش هم؟ هنشرحهم فيما بعد، بس هلا مبدئيا اذا عندنا 3 ديفرنت جروب اور مور هنستخدم زد و اي، الافضل انه نستخدم زد و اي. لسه ما شرحنا شو يعني زد و اي، مثلا هذا المركب وبنبلش ان شاء الله في المره الجايه، بس خليني ارسم لكم اياه. هذا الكار المركب عندنا اتش، عندنا بي ار، عندنا سي اتش 3، هاي كم جروب صاروا؟ 3. هنا هاي 4 صاروا. هنا الافضل صعب انه نستخدم سيس وترانس. السيس دائما الاثنتين متشابهات، ما في شيء متشابه. مزبوط؟ مزبوط؟ في شيء متشابه؟ في شيء. صعب سيس وترانس. فهنستخدم زد واي. هنستخدم مصطلح زد واي. ان شاء الله بنبلش نحكي عن الزد والاي في المحاضرة القادمة. يعطيكم العافية، نلتقي غدا ان شاء الله. فيكم تغادروا يا جماعة. في حدا عنده اي سؤال قبل ما انهي؟